واجب له أيضا من صفاته أو من جملة صفاته الواجبة سبحانه وتعالى وجل مجده صفة الحياة، صفة الحياة. فكيف عرفها السادة العلماء؟ قالوا في صفة الحياة إنها صفة ثبوتية أو وجودية أزلية أي قديمة قائمة بذات الباري سبحانه وتعالى. هذه الصفة أيها الإخوة هي المصححة لاتصافه سبحانه وتعالى كما هي المصححة لاتصاف كل حي أيضا، هي المصححة لاتصافه بصفات الإدراك. وصفات الإدراك أيها الإخوة هي الإرادة والقدرة والعلم. فلا يصح أن يتصف موجود ما بصفة من هذه الصفات إذا كان مواتا أو إذا كان ميتا. إذا كان ميتا الميت لا يمكن يتصف بصفة السمع أو البصر أو القدرة أو الإرادة، هذه صفات الإدراك، هذه هي صفات الإدراك. وإنما الحي هو الذي يتصف بها، الحي هو الذي يتصف بها. فهذا تعريفهم لصفة الحياة. وإذا كان الحي أيها الإخوة من مخلوقات الله المحدثة إنما يكون حيا بسريان اللطيفة الإلهية المعروفة بالروح والتي لا ندرك كنهها ولا نعرف حقيقتها، فإن الله سبحانه وتعالى المحدث لكل الحوادث والمخلوقات إنما يتصف بهذه الصفة، صفة الحياة لذاته لا لسريان روح فيه، لا لسريان روح فيه. بعض الناس للأسف يعني طبعا العوام ليش طلاب العلم فضلا عن العلماء، العامة للأسف يظنون لأجل قوله أو لمكان قوله سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحي أن لله روحا كروح المخلوقات الحية، وأن روح هذه المخلوقات بما فيها الآدميون هي أجزاء من إيه؟ من روح الله، وهذا كفر والعياذ بالله. إذا اعتقد الإنسان هذا على أنه عقيدة فهذا كفر، إلا أن يكون معذورا بجهله. الله حي لذاته من غير سيريان إيه؟ الروح فيه. وإنما الروح أيها الإخوة هذا السر الإلهي اللطيف المنسوب إلى الله نسبة تشريف، هو مضاف إلى الله إضافة ماذا؟ تشريف. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أضافه الله إلى ذاته سبحانه وتعالى المقدسة الجليلة إضافة تشريف، إضافة تشريف. كما قال أيضا أن طهر بيتي، يعني هل هو بيت يسكنه الله والعياذ بالله؟ أستغفر الله. وإن لماذا قال بيتي؟ لكي يشرفه، لكي ينود بمقامه. ناقة الله وسقياها، أضاف الناقة إلى الله، قال ناقة الله، هذه إضافة إيه يعني؟ إضافة تجزي جزء من الله اسمه الناقة، أعوذ بالله. إنما إضافة إيه؟ إضافة المخلوق إلى خالقه، والمصنوع إلى صانعه، والمصنوع إلى صانعه. ولا يخفى عليكم ما في ذلكم من تنويه بشرف إيه؟ بشرف هذه المضافات، بشرف هذه المضافات، روح الله، ناقة الله، بيت الله. وهكذا يقال أيها الإخوة الأفاضل في كل الأعيان المضافة إلى الله، أي عين أضيفت إلى الله إنما إيه؟ سبيلها سبيل هذه الأعيان المذكورة، بخلاف أيها الإخوة المعاني المضافة إلى الله والتي لا تقوم بنفسها كالعلم أيها الإخوة، كالعلم والمشيئة والسمع والبصر، فإنها صفات لله. المعاني التي لا تقوم بنفسها إذا أضيفت إلى الله فقيل سمع الله، بصر الله، كلام الله، علم الله، مشيئة الله، قدرة الله، قدرة الله سبحانه وتعالى، فإنما إيه؟ إنما هي صفات، هذه معاني، هذه معاني. وأما الذوات أي الأعيان البيت كما قلنا، الناقة، الروح إلى آخره، فإضافتها إلى الحق سبحانه وتعالى إنما إضافة إيه؟ إنما هي إضافة تشريف، إنما هي إضافة تشريف. فإن سأل سائل فكل المخلوقات هي مصنوعات لله، كل المخلوقات ليس فقط البيت ولا الروح ولا الناقة، نعم، فلماذا لا تضاف إلى الله؟ نعم يصح أن يضاف أي مخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالى، ولكن لا يجوز أدبا مراعاة لجانب الأدب مع الله أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى ما يشعر بماذا؟ بتنقص، ما يشعر. فلا يقال مثلا أكرمكم الله خنزير كذا، حمار كذا، هذا غير جيد أيها الإخوة، أدبا مع الله تبارك وتعالى أدبا. وإلا هو الخنزير خلق من خلق الله بلا شك، هو مخلوق لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى عن كل الخلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، كما في لقمان كله خلق الله.
لكن لا نضيف إلا إيه؟ إلا ما أشعر بالرفعة والجلال والاقتدار وبداعة الصنعة أي الصنعة إلى آخره. هذا هو. وهذه الأشياء المضافة بلا شك أيها الأخوة لها شرف خاص. ناقة أوجدها الله من صخرة، روح الله عيسى عليه السلام، روح الله أضافه الله مع أنه إيه خلق من خلق الله، عيسى مخلوق مثلنا لله تبارك وتعالى، لكن مضاف إلى الله فيقال هو إيه روح من الله أو روح الله، إضافة تشريف وتنويه برفعة مقامه عليه الصلاة وأفضل السلام كما سيأتي أيضا بعيد قليل. الروح في الكتاب العزيز أيها الإخوة تطلق بإزاء معاني، كلمة الروح تطلق أحيانا ويراد بها إيه أو يراد منها الرحمة، قال تعالى في المجادل وأيدهم بروح من، ما معنى بروح من؟ برحمة من، فالروح هنا بمعنى الرحمة. والروح تطلق أيها الإخوة بمعنى إيه هذا السر اللطيف الذي إيه يوجب المعنى المعروف بالحياة للأحياء، هذا معروف طبعا وعليه إيه تفسير، يعني التفسير المشهور لقوله تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقيل أراد بها إيه القرآن على كل حال، لكن مشهور عند العامة وعند العلماء أن الروح هنا إيش هي هذا السر اللطيف الموجب إيه لمعنى الحياة فيمن اتصف بها أي الأحياء. نعم. والروح أيضا تأتي بمعنى ما لجبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين، هو إيه جبريل. والروح أيضا هو الملك الذي يقف يوم القيامة بإزاء الخلائق جميعا المحشورة المنشورة، قال تبارك وتعالى يوم يقوم الملائكة إيه والروح، الملائكة والروح، قيل هو جبريل نفسه وقيل لا ملك عظيم جدا جدا هائل إيه الخلقة، هائل الخلقة يقف بإزاء كل المخلوقات لعظم إيه جرمي، لعظم جرمي مذكورة. والروح أيضا أيها الأخوة بمعنى القرآن، القرآن يسمى إيه روحا، قال عز من قائل في آخر إيه الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني هو الكتاب هو القرآن الكريم، روحا من أمرنا. والروح أخيرا بمعنى إيه نبي الله ورسوله عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام، وروح من كما في النساء وروح من. طيب طبعا في اشتباه حصل أو حاصل حتى إلى الآن لدى إيه النصارى أو المسيحيين فيما يخص إيه أن عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام روح الله، قالوا هذا برهان من كتاب محمد من كتاب المسلمين عليه الصلاة والسلام أن عيسى إيه كلمة قديمة، قديم هو إله من جوهر إيه إله، قلنا من أي؟ قالوا نعم القرآن يقول هو روح الله، هو روح الله. طبعا الجواب إيه ما قد سمعتم قبل قليل، هذا ما في أي دليل حتى ولا شبه الدليل، نقول لهم عيسى روح الله أضيف إيه الله إضافة تشريف، إضافة إيه لأجل التشريف من باب إضافة إيش المخلوق إلى خالقه المصنوع إلى صانعه، صحيح؟ واحد يقول طيب قد يقول نصراني ولكن إذا كان المعنى كما تقولون لماذا اختص عيسى بهذه الإضافة؟ فكلنا أيها الإخوة نمتاز بهذا السر اللطيف أننا إيه من روح الله ومخلوقون بأمر الله وفينا هذه الأرواح، وفينا هذه الأرواح، لماذا يقال فلان روح الله؟ لماذا لا يقال في حق أي واحد منا أنه إيه روح الله؟ طبعا الشيعة يفعلوها روح الله إيش الخميني الموسوي لقبوه بذلك، وهذا مش كفر لا بأس يعني ما فيها شيء. لماذا أيها الإخوة أو كيف إيه الجواب عن هذه المسألة البسيطة؟ الجواب سهل جدا، لأن عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام ككل البشر أيها الإخوة مكون إيه من المكونين الجزئين الرئيسين الروح والبدن، لكن لما غلبت عليه إيش الروحانية كان كائنا متروحنا، كان يصوم بالأربعين يوما متواصل من غير أن يفطر عليه السلام، عيسى غلب عليه إيش الجزء أو المكون الروحاني وهو أشرف المكونين وأجدرهما وأحقهما باسم الإنسان، كما قال الشاعر هذا بيت مشهور جدا يا خادم الجسم كم تشقى إيه بخدمته تطلب الربح مما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح، وبعضهم يروي بالنفس فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، إذن هو أشرف الجزئين وأعظم المكونين وأحقهما وأجدرهما باسم الإنسان، باسم الإنسان. نعم. فلذلك سمي إيش روح الله لغلبة إيش الروحانية عليه، وإلا فهو أيضا إيش يعني يمتاز بالمكون الآخر البدن، قال تبارك وتعالى وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام
إذن هو فيه جزء منه إيه؟ جزء داخل، جزء يقبل إيه؟ الفناء ويقبل إيه؟ الدثور أيها الإخوة، وهو الجزء البدني يتقاضى حظوظه ويطلب حقوقه. حظوظ البدن هي إيش؟ الأكل، الطعام والشراب والمصحيح، وهذا أيضا يتقاضى إيه؟ الإخراج كما تعلمون. وكذا ذكرت لكم مرة يعني قصة وقعت لأحد المبشرين في أستراليا مع أحد أحزاب أستراليا، طوائف بدائية، قبائل بدائية تماما يعني، إلى الآن يوجد منهم إيه أعداد قليلة منزورة تماما. فجاء يبشر بعيسى، فقال له رئيس القبيلة هذا البدائي، بدائي بالمثل، من هو عيسى؟ قال هذا الرب، هو الإله تبعنا، الرب اسمه عيسى. قال له وكان يمشي بينكم؟ قال نعم. قال كان يأكل؟ البدائي، شوف الفطرة التي فطر الله الناس عليه، لا عنده ثقافة ولا كلتور ولا أي شيء، ولا دخل مدرسة، بدائي ولا بعرف يكتب يقرأ، من أحزاب أستراليا. قال كان يمشي بينكم، يأكل ويشرب؟ قال نعم. قال لا، هذا ليس بإله، لا أريده. قال لماذا؟ قال إذا أكل وأشرب أخرج، هذا لا يكون إله. هذا نقص من علامات النقص، من علامات الفناء. فالقرآن يفحمهم بهذه الحجة القوية جدا، حجة فطرية لكن لا تنفع هذه الأشياء، وليس فيها شفاء أيها الإخوة لأدواء وأمراض من غلبت عليهم إيش؟ الجهالة والتعصب، الجهالة وما ينفع، هذا كلام كل ما ينفع. فعلى كل حال، فهذا هو الجواب عن هذه المسألة. إذن هذه هي صفة الحياة، هذه هي صفة الحياة، صفة ثبوتية أي وجودية قائمة بذات الباري تبارك وتعالى، أزلية قديمة تصحح الاتصاف بصفات الإدراك، القدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر. هذه هي إيش؟ الحياة، صفة الحياة، لكن كما قلنا ليست من جنس حيوات إيه؟ المخلوقات الموهوبة الممنوحة المعطاة من لدن الله تبارك وتعالى. مستحيل حياتنا بروح، أما حياة الباري فهي لذاته من غير روح، من غير روح. وأما أرواحنا فأضيفت إلى الله إضافة تشريف، إضافة تشريف، لا أكثر ولا أقل، لا أكثر ولا أقل. هذا ما يتعلق إيه؟ بكلمة الروح إن شاء الله تعالى، بكلمة عفوا بصفة إيه؟ الحياة.